السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع الجديد ودائما مع الجمال، ومعكم لولا. اليوم إن شاء الله رجعت لكم واحد الماسك اللي هو بهد النبات اللي هو نبات الكركديه. وقبل من هذا راني دائما كنحب نعطيكم واحد نبذة قصيرة على فوائد هذه المادة على البشرة، بحيث أنها كتحتوي على حمض البروبوكواتشيك اللي عنده واحد الخصائص قوية مضادة للأكسدة، وكذلك هو كيساعد على تحجيم خطر الجذور الحرة في الخلايا بما فيها خلايا الجلد والبشرة، وكيمنع كذلك على منع تكون الأورام السرطانية. وكتكون كيكون هذا الكركديه من أهم الفوائد للبشرة بشكل اللي هو مباشر. هو هاد النبتة كتنتمي لشعبة النباتات مزهرة، يعني كتعطي نوارة. وكذلك عند موطن ديال الأصلي هو الهند والأندونيسيا وقارة إفريقيا، ويزرع في كل في صعيد مصر، يعني في صعيد مصر موجود هذا الكركديه، وكذلك هناك موجود في المناطق الجنوبية يعني في العراق وغرب السودان. ومن الفوائد ديال هذا الكركديه هو أنه مرطب طبيعي للجلد، ويجدد خلايا الوجه كيجددها وكيجعلها كذلك كيجعلها أنها تكون نضرة، حيث يمكن لنا أن نعمله تقشير بهذا الكركديه. وكذلك هو يخفف من التجاعيد والخطوط البيضاء، هو كذلك مهدئ للجلد إذا كانت فيه هناك حروق، كما أنه يجعل الوجه نظر وبراق. وهناك كثير من لأنه كثير من فوائد ذلك، ومن الفوائد اللي كي يعطيها هذه النبتة كتعطيها للجلد، كذلك يمكن لنا أن نتخلصوا من الرؤوس السوداء، وذلك باش ناخدوا واحد الوعاء ولا شي كاسرونة وكنوضعوا فيها جوج شوية ديال الماء، وكنديروا فيها شويه ديال البودره ديال الكركديه، ونزيدوا عليها شويه ديال ملعقه صغيره ديال زيت الزرجلان، ونخلطهم بعضهم، ونخليو الوصفه على البشره ونتركوها لمده 30 دقيقه، ثم نغسل وجوه هذا للتخلص من الرؤوس السوداء. كذلك هو عنده فوائد كثيرة على الشعر، حيث أنه كيجعله لامع وبراق، وكيصبغ حتى الشعر لكل من حاول حب أنه يغير لكولوراسيون ديال شعره أنه يديرها أكاجو، كما أنه كيكافح تساقط الشعر ويقويه، وكيجعل دوك البويصلات ديالته قوية ويغذيها، وهو يحفز نمو الشعر. إذن هادو هما الفوائد بالنسبة للجمال. هناك فوائد كذلك الصحية من الكركديه، هو يقلل من ضغط الدم المرتفع، كذلك يزيد من سرعة تدفق الدم ودورانه، يقوي دقات القلب، وذلك بصنع مشروب. المصريين هما معروفين بأنهم يعملوا شربات بهذا بهذا يعني هذا النوع من العشب، ويقتل ويكافح الميكروبات، ينعش ويلطف الجسم، كذلك ويخفض من الوزن الزائد ويكافح السمنة، يقلل من آلام الروماتيزم وكذلك أمراض النقرس، ويزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء والخلايا الليمفاوية، كذلك هو يعالج الحميات ويدعم الجهاز التنفسي ويحافظ على صحته خاصة الحلق، يعالج تقرحات الجلد ونزلات البرد والحكة، ويخف من الإبسك. لكن احنا اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم
واحد الماسك اللي هو جد 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 فعال على الوجه، وراني كنت استعمله، والان حبيت نشارك معكم. انا مره كنغير، ولكن الان حبيت نشارك معكم هاد الماسك. من اهم الاشياء اللي نحتاجها الكركديه، هو انني قبضت الكركديه، هو طحنته في مطحنة. وكذلك غادي نحتاج واحد ملعقة للشوفان، يعني ملعقة شوفان، ملعقة كركديه. عندي عصير حامض غنحتاج له ملعقة صغيرة، وكذلك عندي ماء ورد، وكذلك راني نحتاج للملعقة ديال العسل. دونك نبداو بالاشتراك. شنو غادي نبداو به الاول؟ اذا اول حاجه راني نبدا بها هو انني كناخذ واحد هذا واحد جبانيه اللي راح تكون 9 فوالا. اول حاجه نبدا بها هو واحد جبانيه تكون خاويه، وكندير فيها واحد المعلقه ديال الشوفان، وبعد راني نضيف عليه معلقه كذلك ديال الكركديه. يعني انا قلت معلقه شوفان ومعلقه تاع الكركديه، وكذلك راني نحتاج واحد المعلقه اهي ديال الحامض، معلقه ديال الحامض. ونتركهم، زدنا معلقة ديال الحامض، وبعد راني نزيد معلقة عسل. من الأفضل إنه يكون عندك عسل حر، لكن أنا ما عنديش، عملت عسل طبيعي. وكذلك راني نحتاج واحد ملعقة ماء ورد، ونخلط الكل. عرفتوا يا بنات كيف انه هو هذا كيرجع الوجه؟ قلت ماء ورد، عصير الشوفان، ماء ورد، ملعقة ديال العسل، ملعقة ديال الشوفان، ملعقة ديال اللي هو هاد الطحين ديال الكركديه، وكله ونخليه ونتركه واحد شوية يعني يطلق مزيان، حيت مازال تقريبا واحد 5 دقائق الى 10 دقائق. نخليه يطلق، نخليه بديكوتي في مكان، وبعدين رانا نرجعوا له باش نعملوه على الوجه ديالنا. تعرفوا يا بنات لما تديروا هاد الماسك ما تحتاجوا انكم تعملوا مكياج، والله يعطي واحد اللون على البشره، وكانكم عاملين لو فاجو. كذلك هو يخلي البشره اللي هي متوحده في الكولوراسيون ديالها. وراكم شفتوا الفوائد، كاين الشوفان معروف فوائد ديالو كثيره، كذلك الحامض، الكركديه راه تكلمت لكم عليه، وكذلك العسل وماء ورد. شنو هاد الاشياء كعندها فعاليه على الوجه كثير كثير كثير. يلا نجربوا مع بعضياتنا ان نعملوا على الوجه. دونك انا غادي نبدا بليتالمون ديال لو برودوي. ديروه بالشتاء باش ما يوقعش لكم تصبغات على الوجه.
دونك انا كنفضل انني غادي نديرو اليد. دونك ها هو غادي نخليه على الوجه ديالي لمده ربع ساعه وبعد غادي نغسلو. ميعادي معكم من هنا الى ربع ساعه. ما تنساوش البنات راه بزاف 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 سميل على الوجه. ما تقولوش راه غادي يلصق ليا الكولوراسيون في يدي، ما غتلصقش ليا لانني فايته دايره. والكولوراسيون كتغسل من بعد ما غتغسل الماء بالماء والصابون، راه كيتحيد ما كيبقاش راهو ظاهر. فكنتمنى انكم تجربوا وميعادي معكم من هنا ربع ساعه ونتلاقاو كيف هي النتيجه. الى اللقاء. والان انا من بعد ما غسلت الوجه ديالي البنات ما كيبقى تمن اوكين تراس، اوكين تراس ما كتبقى باينه. ما تقولوش بان هذوك لي روجور ديال الماده ديال الكركديه راه كتخلي الكولوراسيون على الوجه، لا بالعكس، هانتوما كيكون الوجه كثير صافي وكذلك يكون واحد التوحيد. النتيجه كتبان في يعني بعد ما كتغسلوا الوجه ديالكم كتبان النتيجه. لان دائما بما انني دائما ولفتكم اصدقائي كنشارك معكم يعني ابري ورا كل ماسك، وراء كل ماسك ان شاء الله دائما كندير شويه ديال زيت الكوك وكذلك زيت اللوز الحار اللي كنستعملهم على الوجه ديالي. هكا كنستعمل كمساج شويه غير بالاصابع، كتاخذوا شويه زيت الكوك غير بلا بوينت تاع الاصابع ديالنا، كناخذوا شويه من زيت الكوك، كذلك كنركزوا على منطقه دائره العينين هكا. يعني كيكون واحد المساج اللي هو كثير كثير خفيف. هذا راه كيعطي واحد الرونق على الوجه، كذلك على كيعطي رونق كذلك على الوجه، ولا لا كاليتي ديال البشره ديالنا.